تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، تنطلق غدا الأربعاء أعمال المنتدى الخليجي للإعلام السياسي في دورته الثالثة تحت شعار الإعلام والسلم الأهلي، بمشاركة نخبة من رجال الفكر والسياسة والإعلام الخليجيين والعرب. ومتابعة لهذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور ياسر العلوي، المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية. دكتور، بداية أهلا وسهلا بك. لو نتحدث في البداية عن أهداف هذا المنتدى. السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضرتك والسيدات المشاهدين والمستمعين. اهداف المنتدى، يهدف المنتدى ان يطور منصه لالتقاء النخب الخليجيه في شان الاعلام والسياسه، لكي يلتقون ويتباحثون اهم مستجدات الساحه السياسيه الخليجيه، من اجل تعزيز الحوار المنفتح بين دول مجلس التعاون لقيم التسامح والتعايش. دكتور العلوي، أهلا وسهلا. شعار المنتدى هذا العام هو الإعلام والسلم الأهلي، برأيكم ماذا يعكس هذا الشعار؟ وتم اختيار الشعار كخطوة للتصدي لآفة الإرهاب والتطرف اللي يعاني منها الدول العربية وبالتحديد دول مجلس التعاون في الآونة الأخيرة، نظرا لعمليات التغريب إنجاز التعبير والدعوات إلى التفرقة بين فئات المجتمع. دول مجلس التعاون الخليجي تصدت لهذه الظاهرة بكثير من الاحتياطات القانونية أو التشريعات، ونحن نحاول من الناحية الإعلامية أن يكون لنا دور في توعية المجتمع الخليجي بهذا الشأن، بحيث نحصن شعوبنا ضد هذه الدعوات التي تهدد السلم الأهلي وتهدد اللحمة الوطنية. نعم. الدكتور ياسر العلوي، المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، شكرا جزيلا لك.